البيض ده بروتين. تمام. كمان الناس فاكرة ان البيض انا ماكلوش عشان الكوليسترول يعلى عندي، لا ده غلط، او صفار البيض فيه كوليسترول عالي، ده مش صح طيب متاح قد خالص. ايه؟ عشان في ناس بتاكل منه بزياده فبتتعب، ايه اللي متاح ليكي خلال اليوم مثلا تاكل كام بيضه مثلا؟ يعني مفيش مشكلة لما انا اكل بيضتين الصبح، تمام، ده على الفطار. اه وعلى العشاء بيضة بيضه واحده، ده خلال بيضتين اليوم عادي، مش مفيش اي هيأثر قوي مشكلة. على الجسم لا 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 يعني، مش هنقول بقى نسبه الكوليسترول بالعكس، عاليه ولا الكلام ده لا كله، عايزة وده اقولك برضو ان بروتين. البروتين البيض اصلا فيه كمية زنك وفيتامين دال وسيلينيوم، وبينمي الذكاء جدا، لان هو فيه مادة ناقلة للاعصاب اصلا، ناقلة الناقل العصبي، فهو بيزود التركيز جدا، خاصة للطلبة للاطفال اللي هو فترة النمو.